بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نلتقي اليوم إن شاء الله مع الدرس الثالث من الدروس المخصصة لإشباه النواقل، والنسناق اللي راح نشوفوه اليوم مع بعض هو المقحل ثنائي القطب. والحصة الأولى المخصصة لهذا العنصر تكون حول استعمال المقحل في التبديل، لكن قبل ذلك نشوفوا تكوين ورمز هذا المقحل. المقحل ثنائي القطب يتكون من منطقتين بي تتوسطهما منطقة آن، والمقحل المحصل عليه من نوع بي آن بي، أو من منطقتين آن تتوسطهما منطقة نوع بي، والمقحل من نوع آن بي آن. وعدد الوصلات أي عدد لي جونكسيون في هذه الحالة هي وصلة بين كل منطقتين. ومعنى ثنائي القطب هو أن هذا المقحل يستعمل نوعان من الحوامل، لي بورتور ماجوريتار ولي بورتور مينوريتار، ولتتمثل في الإلكترونات ذات الشحنات السالبة والثقب ذات الشحنات الموجبة. ولهذا المقحل ثلاث مرابط، ليميتر لاباز والكوليكتر، أي الباعث القاعدة والجامع. وللتمييز بين رمزي المقحلين، في الأمبيان يكون السهم موجه من القاعدة نحو الباعث، وفي البي أم بي يكون السهم موجه من الباعث نحو القاعدة. والمقحل المقرر في البرنامج والأكثر استعمال هو المقحل أم بي أن. والمقحل أم بي أن يشتغل بمقادير موجبة، أما المقحل بي أم بي فيشتغل بمقادير سالبة. فلكي يصبح هذا المقحل عبوري يجب أن يكون التوتر في بي يو موجبا وأكبر من 0.7 فولت، والتيار اي بي يتجه نحو القاعدة. أما للمقحل بي أم بي فلكي يصبح عبوري يجب أن يكون التوتر في بي يو أقل من ناقص 0.7 فولت، والتيار اي بي يكون في هذا الاتجاه. والمقحل عندما يكون غير مستقطب يمكن اعتباره كدو ديود مركبتين على هذا النحو، عندما يكون المقحل من نوع بي أم بي، وعلى هذا النحو عندما يكون المقحل من نوع أم بي أن. وللتمييز بين مختلف مرات المقحل يجب العودة إلى وثائق الصنع، حيث تكون هذه المقاحل معلمة بدي روبار، والروبار تاع هذا المقحل هو الارغول يكون بجوار ليميتر. أما الروبيراج تاع هذا المقحل عندما يكون في هذه الوضعية فإن الباعث يكون على اليمين والجامع على اليسار. أما هذا المقحل الآخر فلا يحتوي إلا على مربطين هما ليميتر ولاباز، والكوليكتور يتمثل في هيكل المقحل، فهو يستعمل كمضخم في ليزومبلي اوديو كما يستعمل في ليزاليمونتاسيون ستابيليزي دو بويسونس، لهذا فهو يركب على مبرد. والمنظر السفلي للمقحل يسمح بتحديد ليميتر ولاباز. فللتعرف على البروشاج إذن، على الخصائص وعلى نوع المقحل، يجب استعمال داتا بوك والذي يعطينا كل هذه المعلومات. والمقحل ثنائي القطب يمكن اعتباره كرباعي اقطاب بالمقادير المميزة التالية: التوتر في سي يو بالكوليكتور وليميتر، التوتر في بي يو باللاباز وليميتر، تيار الجامع اي سي، وتيار القاعدة اي بي. والتركيبة المستعملة لدراسة هذا المقحل تحتوي على تغذية ثابتة في سي سي، تغذية متغيرة في بي بي، على مقاومة ار بي لحماية قاعدة المقحل، على مقاومة ار سي مستعملة كحمولة، على امبير متر والذي يقيس التيار الذي يعبر هذه الحمولة، على فولت متر يسمح بقياس التوتر بين طرفي الحمولة، وآخر لقياس التوتر بين جامع وباعث المقحل، أمبير متر ثاني لقياس شد التيار في القاعدة، وفولت متر لقياس التوتر بين قاعدة وباعث هذا المقحل. نضع التركيبة تحت التوتر. في بي يساوي صفر، اي بي يساوي صفر، اي سي يساوي صفر، وفي سي يو يساوي في سي سي. نغير التوتر في بي بي من صفر إلى قيمة أكبر من صفر، فنلاحظ أن في بي يو يساوي تقريبا 0.5 فولت، اي بي يساوي صفر، التوتر بين طرفي الحمولة يقدر بالميكرو فولت، وهذه القيمة مهملة
وكل التوتر في سي سي مطبق بين جامع وباعث المقحل، وقيمة التيار اي سي تقدر بالميكرو امبير ومهملة. نزيد في قيمة التوتر في بي بي، وما ان يصل التوتر في بي الى القيمة 0.7 فولت حتى يصبح هذا المقحل عبوري، فيصبح التيار اي بي اكبر من الصفر والتيار اي سي يزداد، فيترتب عن ذلك زيادة في سقوط التوتر بين طرفي الحمولة مما يجعل التوتر في سي ينخفض. نزيد في قيمة التوتر في بي يو، فنلاحظ انه لزيادة صغيرة لهذا التوتر نحصل على زيادة كبيرة في التيار اي بي. فهذه الظاهرة تذكرنا في ثنائي الوصلة، فعندما يكون التوتر في بي يو اقل من 0.7 فولت فان المقحل يكون غير عبوري، وعندما يتعدى هذه القيمة فإن زيادة صغيرة في التوتر تعطينا زيادة كبيرة في شد التيار اي بي. فالوصلة بي او إذن ما هي إلا ثنائي وصلة مستقطب استقطاب مباشر، والتوتر 0.7 فولت يكافئ توتر العتبة اي صفر لثنائي الوصلة. إذن نلاحظ من جديد، عندما يكون هذا التوتر أقل من 0.7 فولت فإن المقحل يكون غير عبوري، وعندما يصل إلى هذا الحد يصبح المقحل عبوري. فالخاصية VBU بدلالة EB هي خاصية الدخول للمقحل والتي تكافئ الخاصية المباشرة لثنائي الوصلة. نزيد في توتر التغذية VBB ونقارن بين التيارين EB و EC. فنلاحظ أن الزيادة في EB ترافقه زيادة في اي سي، لكن اي بي مقدر بالميكرو امبير و اي سي مقدر بالميلي امبير. ومن هنا نستنتج انه يمكن التحكم في تيار كبير باستعمال تيار صغير، وهذه الظاهرة تسمى مفعول المقحل او ليفي ترانزستور. فالوصلة كوليكتور باس في هذه الحالة تكافئ مول التيار، حيث اي سي يساوي بيتا في اي بي، فعندما يكون اي بي يساوي صفر فان اي سي يساوي صفر، ومع ازدياد اي بي يزداد اي سي. والمعامل بيتا يسمى بمعامل التضخيم. يمكن تلخيص هذا التشغيل اذن فيما يلي: عندما يكون في بي يو اكبر من 0.7 فولت فإن المقحل يصبح عبوري، و 0.7 فولت يكافئ توتر العتبة لثنائي وصلة من السيليسيوم. التيار اي سي يساوي بيتا في اي بي، فاي سي يزداد تناسبيا مع ازدياد اي بي، والمعامل بيتا يمثل التضخيم في التيار. كما يمكن ملاحظة عند تطبيق قانون العروات أن VCU يساوي VCC ناقص RC في EC. فمن أجل EC يساوي صفر فإن VCU يساوي VCC. إذن عندما يكون EC يساوي صفر فإن VCU يساوي VCC، ومع ازدياد EC فإن VCU يتناقص. إذن بعد تخطي توتر العتبة فإن الزيادة في التيار EC يسبب تناقص في التوتر VCU، فال 22 ميلي أمبير فإن سقوط التوتر بين طرفي الحمولة يساوي 22%، إذن يساوي 2.22 فولت، و VCC 5 فولت ناقص 2.22 فولت سقوط التوتر بين طرفي الحمولة يساوي 2.78 فولت،
والذي يكافئ التوتر في سيو. والزيادة من جديد في إي سي يسبب تناقص في VCU. فإذا توفرت هذه الشروط عند تشغيل المقحل فهذا يعني أنه يشتغل في النظام الخطي. كما يمكن أن نلاحظ أن تيار القاعدة إيباي عندما يشتغل المقحل في النظام الخطي يكون جد صغير ويقدر بالميكرو أمبير، لكن في نظام التبديل يكون هذا التيار أكبر ما يمكن ويقدر بالميلي أمبير. لذلك يجب تغيير هذه المقاومة بمقاومة ذات قيمة أقل. ففي التبديل المقحل لا يملك إلا حالتان، حالة الحجز أي لي تابلوكي، أو حالة التشبع أي لي تساتوري. ففي حالة الحجز إي بي يساوي صفر، إي سي يساوي صفر، في سي يساوي في سي سي، والمقحل يتصرف كقاطعة مفتوحة. فالمقحل يكون محجوزا إذن ويتصرف كقاطعة مفتوحة عندما يكون إي بي يساوي صفر، إي سي يساوي صفر، وفي سي يساوي في سي سي. أما في التشبع فإن الزيادة في تيار القاعدة إي بي لا يترتب عنه إلا تغير طفيف في تيار الجامع إي سي. فالتيار في القاعدة يساوي 0.8 ملي أمبير يوافقه في الجامع تيار يساوي 49 ملي أمبير. ومع التغير الكبير في تيار القاعدة والذي تعد 4 ملي أمبير فإن تيار الجامع لم يتغير إلا ب 0.3 ملي أمبير. تيار إي سي في التشبع يكون مستقلا عن معامل تضخيم بيتا، والعلاقة إي سي يساوي بيتا في إي بي لا يمكن تطبيقها في هذه الحالة. إذن الزيادة في تيار القاعدة إي بي يعطينا في الجامع تيار تقريبا ثابتا ويساوي إي سي ساتوراسيون. وبما أن التوتر في سي غير منعدم فإن تيار التشبع العظامي يكون أقل من في سي سي على أر سي. وبما أن التيار إي سي لا يتغير إلا قليلا فإن التوتر في سي والذي يساوي في سي سي ناقص أر سي في إي سي لا يتغير هو أيضا إلا قليلا. فلي إي بي يساوي 0.8 ملي أمبير، في سي يساوي 94.99 ملي فولت، ولي إي بي يساوي 4.34 ملي أمبير، في سي يساوي 65.52 ملي فولت. وتغير هذا التوتر لم يتعدى 0.3 فولت، وفي سي في هذه الحالة يساوي في سي ساتوراسيون. والمقحل في هذه الحالة يتصرف كقاطعة مغلوقة. وبما أن التوتر بين الجامع والباعث غير منعدم فإن المقحل يتصرف كقاطعة، لكن قاطعة غير مثالية. نستعمل هاتين التركيبتين لمقارنة المرحل الكهرومغناطيسي بالمرحل السكوني والمتمثل في المقحل عندما يشتغل في التبديل، وسكوني لأنه لا يملك أعضاء متحركة. فعندما يكون تيار القاعدة إي باز يساوي الصفر فإن التوتر في سي بين الجامع والباعث يساوي التوتر المطبق في سي سي.
وفي التركيبة الثانية عندما يكون التيار الذي يعبر الواشعة اي بوبين يساوي صفر، فإن التوتر في سي بين طرفي تماس الواشعة يساوي التوتر المطبق. نغلق القاطعة فيسري تيار اي بي في الواشعة، تتمغنط الواشعة فتغلق التماس فيسقط التوتر في سي بين طرفي التماس إلى قيمة مهملة، وكل توتر التغذية مطبق بين طرفي الحمولة. نطبق نفس التوتر للمقحل والتيار اي بي للمقحل يساوي اي بي للواشعة، لكن التوتر في سي بين جامع وبعث المقحل غير منعدم ويساوي في سي سات، والتوتر بين طرفي الحمولة أقل من التوتر في سي سي. والفرق في التشغيل بين المرحل الكهرومغناطيسي والمرحل السكوني يكمن في هذا التوتر، فعند التبديل التوتر في سي للمرحل الحركي يساوي صفر، أما للمقحل فهذا التوتر غير منعدم ويساوي في سي سات، ولهذا نقول عن المرحل السكوني أنه قاطعة غير مثالية. نختم هذه الحصة بهذا المثال، والذي يحتوي على دارة للتحكم تشتغل بخمسة فولت، ودارة الاستطاعة مستقلة كهربائيا عن دارة التحكم وتشتغل بمئتين واربعين فولت. تسليط الضوء على قاعدة المقحل تي ان يجعل هذا الاخير عبوري، واذا فرضنا ان هذا المقحل مثالي فان كومون سي يساوي كومون او يساوي الصفر، ومنه فان في بي يساوي الصفر واي بي يساوي الصفر، والمقحل تي دو محجوز والتوتر بين طرفيه يساوي خمسة فولت، اما التوتر بين طرفي الواشعة منعدم، تماس الواشعة مفتوح، والمصباح ال2 منطفئ. نحجب الضوء عن قاعدة المقحل تي ان فيصبح محجوز، وكمون النقطة سي يزداد فيزداد التوتر في بي يو ليصبح المقحل عبوري، والتوتر في سي يو يساوي في سي يو سات، ومعظم التوتر مطبق بين طرفي الواشعة، فتتمغنط الواشعة تغلق التماس فيشتعل المصباح. بهذا نكون قد أتينا إلى نهاية الجزء الأول من هذه الدراسة. نلتقي إن شاء الله في الجزء الثاني، والذي سنخصصه لدراسة المقحل في النظام السكوني. إلى ذلكم الحين، دمتم في رعاية الله وحفظه.